السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة وحلقة جديدة من برنامج هاتريك. نبدأ البرنامج بأبرز العناوين. اتحاد الكرة العراقي يصادق على اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات ولجنة كرة الصالات تحقق الرقم القياسي من ناحية عدد الأعضاء. مصادر مقربة من اتحاد الكرة تؤكد اعتبار فريق النجف خاسرا بثلاثة أهداف وحرمان مدير فريق النفط مشتاق كاظم. وفي حلقة هاتريك لهذا اليوم المنتخب العراقي للشباب يخسر أمام كوريا الشمالية بهدف وحيد ويصعب من مهمته في الجولة الأخيرة. السلام عليكم. حلقتنا اليوم راح تكون بها الكثير من المتابعات، واهم هذه المتابعات اليوم اللي راح نناقشها هي خساره المنتخب العراقي للشباب امام نظير الكوري الشمالي اللي بصراحه ما قدم في هذه المباراه لا او اي اداء يذكر انه اليوم حتى نقدر نناقشه، عكس مباراه تايلاند رغم التعادل بثلاثه اهداف في الدقائق الاخيره، لكن منتخبنا قدم لمحات فنيه رائعه في هذه المباراه، استحق الثناء واستحق التقدير على ما قدمه اللاعبين رغم الاخطاء والهفوات الدفاعيه اللي كلفتنا التعادل. لكن مباراه اليوم كوريا الشماليه ما كان هناك اي لمسه فنيه او اي جمله تكتيكيه من قبل المنتخب العراقي بصراحه، هل هناك كان جهد بالنسبه للاعبين؟ ربما مباراه اليابان صعبت الموقف، مباراه المنتخب العراقي امام المنتخب الياباني ربما تصعب من موقفه كثيرا الفوز لا بديل عنه مع خسارة كوريا الشمالية. موضوع آخر لفت انتباهنا خلال الأحداث الأخيرة، خلال 24 ساعة الأخيرة، مقررات اتحاد الكرة وتشكيل اللجان العاملة في اتحاد العراقي لكرة القدم. ومن اللجان اللي تم المصادقة عليها هي اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات ولجنة كرة الصالات اللي حققت رقم قياسي بعدد أعضاء اللجنة. بصراحة ماكو أي داعي أنه 16 عضو في لجنة كرة الصالات. بعد الفاصل راح نناقش كل هذه الامور مع ضيفي اليوم في الحلقه اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن حيدر محمود، ابقوا معي. اذا اهلا بكم من جديد. خلي ابدا مع طبعا اجتماع الاتحاد العراقي لكره القدم اللي عقد في فندق بغداد ايضا، ما اعرف الاخوان ليش ما قاعد يجتمعون في مقر الاتحاد مثل ما تشاهدون الصور، يعني نتمنى انه هاي الرساله توصل لاعضاء الاتحاد، يعني عندكم مقر ليش هاي التكلفه الاضافيه على ميزانيه اتحاد الكره؟ ما اعرف لان اغلب اعضاء الاتحاد هم ساكنين في فندق بغداد، فما اعرف الاجتماعات تكون بالليل، فنتمنى انه الاجتماعات تكون هي في الاوقات الدوام الرسمي وتكون في مقر اتحاد الكره كهيبة ومركزية أكثر لاتحاد الكرة. اليوم أنا من أقول هذا الشيء أنا ما جاي أنتقص من شخص، لكن أنه نوجه رسالة أنه يا أخوان يا أعضاء اتحاد الكرة اجتمعوا في مقركم، عندكم غرفة اجتماعات وعندكم رتبوها سووها على غرار هذه القاعة اللي هي في فندق بغداد. ما أعرف الاجتماع ليش تسووه ساعة بالسبعة وتحديدا في فندق بغداد، ما أعرف، اجتمعوا بأثناء أوقات الدوام الرسمي اللي هي في مقر اتحاد الكرة وعندكم غرفة للمناقشة. طبعا من أبرز القضايا اللي تم مناقشتها أنه البحث عن شركة رياضية لتجهيز الملابس الرياضية والتجهيزات الرياضية للمنتخبات، لأن الشركة اللي متعاقدين معها الآن اتحاد الكرة هي شركة جاكو، يعني راح ينتهي عقدها في كانون الثاني، وربما أنه مع أمم آسيا راح تكون هناك شركة أخرى يتم التعاقد معها. ايضا تم السماح للاعلاميين الاحد والثلاثاء مع اقامه مؤتمر شهري مثل ما راح يصرح بعد قليل العضو المكتب الاعلامي الزميل حسين الخرساني حول هذا الموضوع. ايضا تشكيل اللجان الفنيه، اللجنه الفنيه تم تشكيلها برئاسه مالح مهدي، عضويه عادل قصاب، كريم فرحان، سامي نجيب، محمود الشيخلي، فرات احمد، عبد الكريم اسكندر، كامل صغير مو عضو الاتحاد، كامل صغير ابو الديوانيه، ومحمد سعيد. لجنه الحكام راح تكون باشراف ايضا مالح مهدي ورئاسه صباح قاسم، سمير مهنا، نجاح رحم، محمد عرب، كاظم عوده، نجم عبود، سمير شبيب، لؤي صبحي، والحكم سيروان، ومهدي فليح، وحازم حسين. لجنة المنتخبات راح تكون برئاسة فالح موسى، عبد الإله عبد الحميد عضو، حسن فرحان، محمد طبرة، دكتور رافد، صباح محمد، عباس سعدون، إبراهيم قاسم، خلف أو خلف جلال، طارق عبد الرحمن. لجنة الصالات اللي هي راح تكون برئاسة السيد غالب الزاملي ومع 15 أو 16 عضو
16 عضو في لجنة الصالات. ما أعرف ليش لجنة الصالات 16 عضو، هل هي لجنة جدا مهمة مع احترامي واعتزازي بنتائج كرة الصالات وتشريف كرة الصالات للكرة العراقية، لأن بصراحة أصبحنا منافسين ودائما ما ندعم كرة الصالات، بس ليش 16 عضو؟ أنا هذا سؤالي، ليش بقية اللجان 9 أعضاء و10 أعضاء و8 أعضاء، ليش هاي اللجنة 16 عضو؟ أنا هذا السؤال اللي أريد أطرحه وأتمنى يجاوبوني عليه، لكن يجاوبوني بمهنية، ما أريد أنا اليوم جاي سقط، لا جاي سقط واحد ولا جاي أحكي على واحد، خلي تكون لكم رسالة واضحة زين. أنا أريد أعرف ليش 16 عضو بلجنة الصالات. لجنة الصالات أوكي إحنا جاي نحقق نتائج على مستوى آسيا، وجاي نحقق نتائج على مستوى الأندية الآسيوية ومنتخبات الشباب والوطني، جاي تنافس وأصبحنا رقم صعب في آسيا، بس ليش 16 عضو؟ مجاملات، هاي مجاملات 16 عضو مجاملات. خل أقول لكم أسماء الأعضاء: غالب الزاملي رئيس اللجنة، نوزاد شفيق، علي متعب، علي عبد الحسين، محمد عبد السادة، كريم مطر، حمد مهدي، حامد محمد، وميض شامل، صلاح عبيس، علي عيسى، عماد ياسين، أركان علي، سعد عنون، نزار حريز، جعفر عبد، غانم عبد، سريح. 16 عضو للجنة الصالات، وحتى أكبر من أعضاء الاتحاد العراقي اللي هم 9 زين؟ يعني أتمنى تجاوبوني بمهنية. أنا سؤالي طرحته، ليش 16 عضو في لجنة الصالات؟ ليش بقية اللجنة الفنية 8، لجنة المنتخبات 9 اللي هي أهم لجنة، اللجنة الأهم للجنتين هي اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، 9 ب8، ليش لجنة الصالات 16؟ ليش؟ سيد غالب الزاملي ممكن تجاوبني بصراحة وبمهنية، أريدها من عندك اليوم أنت كعضو، أنا أتوجه لك السؤال، ويوم الثلاثاء راح يكون مراسلي هناك موجود، راح يكون زميل علي، أتمنى راح أدز لك سؤال بيده، أتمنى تجاوبني ليش 16 عضو وكل عضو شنو راح يسوي، شنو شغله، أتمنى هاي الرسالة توصل. طيب هذا اليوم عقد اجتماع الدوري بمناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الأمور المالية والطبعا والإدارية، بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى. أهم من المقررات اللي طلعت اليوم أنه تشكيل لجنة لوضع مناقصات خاصة لتجهيز المنتخب الوطني، المنتخبات الوطنية بصورة عامة، يعني غايتها إعادة النظر في مسألة تجهيز المنتخب الوطني وفق الاستحقاقات المقبلة أو المنتخبات الوطنية مثل ما أشرت، تكليف رؤساء الأقسام بوضع ضوابط وطريقة أو خارطة عمل جديدة يعني لتتناسب مع رفع الكفاءات الموظفين الموجودين. لعل الموضوع الأهم هو تشكيل اللجان اللي حقيقة يعني كان هناك الكثير من الاستفهامات أو التساؤلات عنها. اللجنة الفنية تكونت من سيد مالح مهدي رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عادل قصار، عبد الكريم فرحان، وسام نجيب، محمود الشيخلي، فرات أحمد، وعبد الكريم اسكندر، وكامل صغير عيدان، ومحمد سعيد. أيضا تم تشكيل لجنة الحكام برئاسة الدكتور صباح قاسم وبإشراف عضو الاتحاد مالح مهدي، أيضا عضوية محمد عرب، حازم حسين، سمير مهنة، نجم عبود، كاظم عودة، نجاح رحم، لؤي صبحي، وسيروان سيلوان، ومهدي فليح. أيضا تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة السيد فالح موسى، عضوية عبد الله عبد الحميد، حسن فرحان، محمد طبر، الدكتور رافد، دكتور صباح، محمد مصطفى، عباس سعدون، إبراهيم قاسم، خلف جلال، وطارق عبد الرحمن. تم تشكيل لجنة الصالات برئاسة السيد غالب الزاملي كما هو يعني معلن مسبقا، عضوية نوزاد شفيق، علي متعب، علي عبد الحسين، محمد عبد السادة، حامد محمد، كريم مطر، حامد مهدي، وميض شامل، صلاح عبويس، علي عيسى، عماد ياسين، أركان علي، سعد عنون، نزار حريز، جعفر عبد، وغانم عبد السريح. أيضا القرار اللي اتخذ أيضا اللقاءات الإعلامية تم اعتمادها مثل ما هو مسبق الأحد والثلاثاء فقط، مع إضافة موضوع مهم هو إقامة مؤتمر شهري مع يعني مفتوح مع رجال الإعلام والصحافة. غدا سيكون هناك اجتماع آخر سيتم فيه أيضا التطرق إلى موضوع يعني باقي المواد المطروحة، ومن ضمنها ربما هي رئيس لجنة الانضباط وفق المسجلات الدوري أيضا. طيب موضوع آخر أنه
الكابتن حازم حسين الحكم الدولي السابق وعضو لجنة الحكام صرح لبرنامج هاتريك أثناء تواجدنا في اتحاد الكرة حول مباراة النجف والنفط. هذه المباراة طبعا راح نقول لكم شنو القرارات اللي وصلتنا من مصادرنا أو مصادر مؤكدة من داخل اتحاد الكرة. خلينا نتابع تصريح السيد حازم حسين. حاولت اعتداء وليس الضرب وليس الضرب، لكن حدث تعرض إلى 5 غرزات في الرأس، وهذا دليل على همجية اللي قام بهذا العمل، عمل مخزي بصراحة. يجب أن ما يمر مرور الكرام، وأعتقد الاتحاد ما راح يخلي هذه الحادثة تمر مرور الكرام، لأنه مثل ما تعرف الدوري بدايته، ويجب أن نضع حد مثل هكذا تصرفات ويتحمل مسؤوليته كل من قام بهذا العمل. المباراة لم تنتهي حسب ما صرح أن الحكم تقرير وجانب التقرير اليوم بأنه المباراة باقي لها وقت. إيش قد الوقت هذا احنا مو مشكلتنا، بس المهم المباراة لم تنتهي بوقتها القانوني. زين، فهنا الاتحاد ولجنة الانضباط ولجنة المسابقات راح يتخذون القرار المناسب في هذه المباراة، فيها ولهذه النتيجة عندهم لوائح وعندهم مسابقة أنظمة هي اللي راح يطبقوها على المباراة وتتخذ يتخذ القرار المناسب لهذه الحالة. طيب، هذا كان تصريح الكابتن حازم حسين عضو لجنة الحكام. المباراة مباراة النجف والنفط انتهت طبعا هي بالتعادل قبل وقتها، نهاها الحكم مهند قاسم. ليش نهاها؟ لأن بسبب اعتداء بعض الجماهير على الحكم المساعد واثق مدلل. بصراحة حسب مصادر اليوم بالاتحاد وصلتنا أنه الاتحاد راح يعلن عنها قريبا، النجف راح يعتبر خاسرا 3-0. هاي أولا طلعوا لنا الفيديو شباب. زين، 3-0 راح يعتبر خاسرا. 2 حرمان مدرب الحراس إبراهيم سالم 4 مباريات من مرافقة الفريق. 3 خوض نادي النجف 3 مباريات خارج ملعبه. 4 أيضا معاقبة مشرف طبعا فريق النفط مشتاق كاظم 1 مباراة من مرافقة فريقه أيضا. هذه هي أبرز القرارات ربما اللي صدرت بحق إدارة وجمهور النجف، وأيضا تم معاقبة مدير أو مشرف فريق كرة النفط مشتاق كاظم 1 مباراة. موضوعنا الآخر هو منتخبنا اليوم تلقى خسارة طبعا أمام المنتخب الكوري الشمالي. اليوم منتخبنا طبعا خسر بهدف وحيد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات أمم آسيا للشباب اللي تقام في أندونيسيا. بصراحة اليوم منتخبنا ما قدم الأداء اللي شفناه في مباراة تايلاند عكس التوقعات. اليوم منتخبنا ظهر بصورة مغايرة، كان هناك تعب واضح بالنسبة، وكان هناك جهد بدني ربما في المباراة الأولى، ما أعرف، ما لعبوا 120 دقيقة ما لعبوا 90 دقيقة. فنتمنى إن شاء الله أنه التعويض في مباراة اليابان رغم صعوبة هذه المباراة وصعوبة المنتخب الياباني لما يمتلك من لاعبين على مستوى عالي جدا، بالإضافة إلى أنه لاعبين عليهم التركيز في مباراة اليابان بشكل كبير، وأيضا ننتظر نتيجة المنتخبات الأخرى. هذا الموضوع أنه دخلنا من ناحية أنه الحسابات المعقدة، أيضا أقول كان أكو خلل نوعا ما في خط الدفاع على الكابتن قحطان شثير والكادر المساعد أنه معالجة هذا الخطأ، لأن الهدف إجا من العمق الدفاعي من الدخول، يعني مثل ما شاهدته وهدف واحد ما أعرف، يعني نتمنى إن شاء الله هو هذا الهدف، يعني كرة كانت طويلة إضافة إلى دربكة داخل يعني الستياردات الحارس ما طلع المدافعين. طيب، من يتحمل هذا الموضوع؟ يعني على كل أنه تكون هذه المباراة إن شاء الله مباراة اليابان نستفاد منها نصحح الأخطاء في المباراة المقبلة والجولة الأخيرة. بالتأكيد هذا حال كرة قدم، كرة قدم فوز وخسارة، كنا نطمح للأفضل والأحسن، لكن الحمد لله وشكر رب العالمين قدمنا مباراة جيدة. إن شاء الله نطمح بالمباراة أمام اليابان نكون من ضمن الفرق المتأهلة، وهذا حال كرة قدم فوز وخسارة. إن شاء الله بالمباراة الجاية نكون أحسن وأفضل، لأن منتخبنا فتي، منتخب شاب، ينقص بعض المعسكرات، ينقص بعض الخبرة، لكن إن شاء الله احنا من خلال تواجدنا لأربعين يوم شفنا أكو مواهب باللاعبين، يعني إن شاء الله هذا حال كرة قدم. نتيجة العمر التدريبي اللي صار، نتيجة فقر
الاعداد اللي صار، تعرف انت حضرتك الاعمار مال اللاعبين المنتخب هي اعمار حقيقيه وصحيحه، لاعبين ما يمتلكون عمر تدريبي، تعرف كل اللاعبين دول حتى احنا دوري يعني مع الاسف ما عندنا دوري فئات عمريه، فنشوف يحتاج يعني هذا المنتخب يحتاج الى اقل لاعب يعني 50 مباراه الى 55 مباراه حتى توصل انت الى مبتقاك كمدرب. لكن احنا الحمد لله يعني فتره وجيزه جدا قدرنا يعني نخلق توليفه من اللاعبين الشباب الموهوبين، واعتقد هذا بهذا المنتخب من 7 إلى 8 لاعبين لهم مستقبل باهر. نتمنى من الاخوان الاتحاد العراقي ان يعتني بهذه اللاعبين. هذا منتخب عمره 2 شهر، انا ما يعني قاعد اقدم اعذار للخساره، احنا ويتالين تقدمنا مباراه مشرفه يعني لاخر 30 ثانيه احنا 3-2، لكن الحظ ما حالفنا في هذه المباراه، وبعض الاخطاء الشخصيه من قبل الحارس من بعض التغطيه الدفاعيه ادت بينا الى التعادل وخساره نقطتين ثمينتين، لو كانت هذه النقطتين معنا احنا صعدنا للمرحله الثانيه. مع كوريا الشماليه، مع كوريا الشماليه من نصف فرصه اتى هدف علينا، واحنا يعني جمل تكتيكيه كثيره خاصه في الشوط الثاني، يعني حاولنا ان نحل الالغاز الدفاعيه لكوريا الشماليه بالشوت من بعيد، بال السنتر شوت الجانبي، الدبل باص، حاولنا لكن الحظ ما حالفنا. طيب لي الحديث اكثر طبعا عن هذه المباراه وما جرى في مباراه العراق مع كوريا الشماليه، سعودي انضم معي الكابتن المنتخب العراقي السابق وقائد المنتخب العراقي لسنوات عديده الكابتن حيدر محمود. اهلا وسهلا بك كابتن حيدر في برنامج هاتريك. اهلا وسهلا بك استاذ داود، مساء الخير عليك وعلى مشاهدين قناه هاتريك. اهلا وسهلا كابتن، خلي ابدا معك من مباراه اليوم، مباراه المنتخب العراقي للشباب امام كوريا الشماليه، وسنذهب الى مواضيع كثيره ايضا ونناقشها خلال حلقه اليوم. خلي ابدا معك، كيف شاهدت المنتخب العراقي للشباب امام نظير الكوري الشمالي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوسفني اليوم بان انا يكون الفريق المنتخب العراقي امام منتخب كوريا اللي كنا متوقعين بصراحه احنا كاختصاص طبعا بالشان الكروي ان يكون يقدم مستوى افضل ويحقق نتيجه جيده امام منتخب كوريا الشماليه. نسبه لما قدمه في امام مباراه تايلاند اللي كان المنتخب العراقي مسيطر على المباراه وقدم مباراه جيده، لولا سوء الاخطاء وقله الخبره خرجنا احنا كنا فائزين، لكن قله الخبره والانسجام بين اللاعبين حصلنا على نقطه واحده واعطينا نقول احنا فوز بصراحه تايلاند وليس تعادل. مباراه اليوم بصراحه شاهدت المنتخب العراقي ليس المنتخب اللي في المباراه السابقه، كون فقدان الروحيه، فقدان الانسجام بصراحه عكس الفريق الكوري اللي كان متخوف من فريقنا اكيد، لان شاهد مباراه فريقنا اليوم كان اغلب الشوطين يلعب مدافع ويعتمد على الهجمات المرتده، كان تنظيم دفاعي جيد بصراحه. يعني المنتخب العراقي ما اخفيك عليك استاذ داود يحتاج الى الانسجام، يحتاج الى شلون اقول لك التنظيم الدفاعي الجيد والتنظيم ايضا الهجومي، لكن انت بقياس 4 مباريات تجربه الى 5 قبل البطوله غير كافيه بصراحه. نمتلك لاعبين جيدين صحيح، لاعبين ذو اعمار مناسبه واعمار صحيحه، لاعبين يمتلكون مواهب، لكن الخبره لها ضروره، يعني ما موجود لاعب خبره عدا يمكن لاعب احمد سرتيب اللي اليوم ايضا ما كان بالمستوى المعروف. اليوم المنتخب العراقي طيب. كان يلعب كل لاعب الى نفسه نقول او كلاعب فردي يريد يحقق في شيء انجاز او هدف فوز حتى ينتج العراق ويكون صاحب الهدف. لو كان اللعب جماعي بصراحه وتنظيم اللعب من الخلف وبشكل هادئ وليس الاستعجال اعتقد كان قدرنا نسيطر على المباراه. عموما اقول احنا اللي سمحنا اليوم منتخب كوريا بصراحه من هجمه او مو هجمه، هي من ضربه حاله بصراحه، واخطا الجانب الدفاعي في معالجه الكره العاليه بصراحه، او نقول اني مثل استهان في باللاعب الكوري، لان ما كانت عندهم اي هجمه المنتخب الكوري، استهانوا الجانب الدفاعي بصراحه، استهان حتى الحارس المرمى استهان. هذا الحارس ذكرته منو كابتن؟ الحارس هافال بهاء الدين. نعم معك في فريق سليمانيه. الحارس هافال. اي نعم اي نعم ذكرته مو؟ اي هافال اعتقد هافال يعني حارس جيد، لكن انتم يعني تجي الزجه يعني ما مشارك مباريات كبيره، ربما ما اعرف انا حتى احنا ما نريد ننتقص من الحارس، لكن بالعكس احنا اليوم ندعم هافال وندعم اي حارس شاب يكون ربما عماد للمستقبل للحراس المرمى في المنتخب العراقي، وحتى الكابتن نور صبري دعم هذا الحارس.
لكن انه تسجل في بطوله رسميه ما اعرف هل هذا صحيح؟ استاذ داود يعني الحارس قلت لك هو كان عندي وتوقعنا له مستقبل بصراحه وحارس جيد، لكن ليس فقط الحارس حتى المدافعين والوسط الهجوم، يعني احنا من المعيب ان 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 نعاتب الكادر او المنتخب احنا على خسارته اليوم واحنا ما عادين ما يسوى اربع مباريات، تدري انت صار تغيير جذري اكثر من 20 الى 22 لاعب من منتخب الشباب ترحيلهم واستقطاب لاعبين جدد، اقل شيء يحتاجون فتره 5 شهور 6 شهور وهذا ما يعمله كل الفرق والمنتخبات الموجوده، المنتخب الاردني صار اكثر من سنه ونص، واليوم شاهدت انا ايضا في المباراه صح كان فريق قوي امام المنتخب الكوري الجنوبي لكن ايضا كان نت قوي المنتخب الاردني، احنا ما نقدر نحاسب يعني مباراه ما لعبنا مثلا في مستوى لا ما موفرين لا معسكر تدريبي 45 يوم مع المنتخبات العربيه القريبه علينا بصراحه وانت 45 يوم عندك شو تهيئ؟ البطوله الاسيويه لها شانها لها ضغطها لها خبرتها بصراحه، المنتخب العراقي اليوم من ظهر بهاي الصوره بصراحه كان مضغوطين، انا كلاعب حسيت بهذا الشيء سابقا يعني بصراحه وكمدرب اعرف اللاعب لو من الضغط النفسي بسبب التعادل واكيد شاهد الاعلام خابروا اهاليهم اكو ضغط نفسي اذا تلعب انت امام كوريا الشماليه اي هدف يجي لا سمح الله اي نتيجه انت ممكن يقول لك تبتعد، فكروا بالمباراه اللي هي بعد مباراه اليابان، مباراه اليابان منتخب قوي اعتقد هذا الشيء اليوم فازوا اليابان فازوا على تايلاند كابتن كابتن حيدر فازوا هم 3-1 اليوم على تايلاند فازوا تصدروا هسه 6 نقاط ربما ضمنوا التأهل. اليابان يعني اقول لك ضمنوا 90% لكن لا زالت الفرصه واحنا كلاعبين قادرين العراقيين خصوصا المعروفين قادرين في كل شيء نخلق كل التوقعات بصراحه لو تكاتفت الامور واللاعبين بصراحه قدموا او يقدمون كل ما عندهم وان تكون يد واحده وتكون الغيره والروحيه موجوده اليوم الروحيه ما موجوده عند اللاعبين ممكن بس يريد يوصل كره رغم اكو امور أو, لا او اوقات بصراحه كنا افضل كنا نوصل احنا لكن قلت لك الفقدان الروحيه امام منتخب كوريا هي هاي اليوم اللي خلتنا احنا نطلع بهاي النتيجه والحمد لله شو نقول على كل حال احنا يعني خرج الفريق بنتيجه 1-0 رغم ذلك اكو بعد فرصه امل لا زالت رغم نقول صعبه لكن امام منتخب العراق ما اعتقد يكون هناك خصوصا احنا دائما نقول في كل نقلب التوقعات في كل البطولات والمنافسات. طيب كابتن صرح الكابتن قحطان شثير في اكثر من مناسبه بانه هذا المنتخب هو خالي من التزوير وهذا ما ندعمه احنا كاعلام اليوم كصحافه كشارع رياضي كمدربين كلاعبين الكل يدعم هذه الخطوه بخطوه انه ترحيل الفريق السابق وايضا اليوم تشكيل فريق جديد خلال 45 يوم انت تعد فريق تختار لاعبين تذهب الى معسكر تدريبي تخوض مباريات تجريبيه وتدخل الى بطوله دائما هذه البطوله احنا ندخلها وننافس على المراكز الاولى ما في يوم احنا طلعنا حتى للناشئين ما في يوم احنا طلعنا من الادوار الاولى دائما ننافس لكن اليوم احنا باعمار صحيحه احنا المنافس اليوم باعمار صحيحه هذا اللي نتمناه اكيد يعني استاذ داود يعني احنا نبارك بقحطان كثير على ما قدمه بصراحه وتقبل المهمه خصوصا قلت لك بعد ما كان عنده منتخب وفريق معد بشكل كامل لكن قلت لك الظروف اللي صارت وترحيل اللاعبين واستقطاب اللاعبين بصراحه هذا الجيل اليوم اللي شفته اللاعبين وكل لاعبين عندي كانوا ايضا في كربلاء وفي بعض الانديه لو كان الاهتمام بهم في بعد البطوله لا سمح الله خرجه او ما خرجه واعتقد الاهتمام وتوفير لهم كل ما يلزم اعتقد راح يكون الى شين نمتلك لاعبين جيدين لكن احنا للاسف يعني بعد رجوعهم سواء خرجهم البطوله او بعدهم ما اعتقد راح يتمول بهذا المنتخب حتى لو يشكل كمنتخب بدون بطوله كادر تدريبي نفس الكادر او كادر اخر لكن حفاظ على مجموعه اللاعبين حتى نقدر نبني هذا الجيل الى المنتخب الاولمبي او المنتخب الوطني هذا ما يحصل في كل دول العالم مجموعه من اللاعبين قلت لك جيدين تنقسم الخبره تنقسم المباريات التجريبيه بصراحه رغم قلت لك ماكو بهاي البطوله ذاك الضغط الجماهيري لكن لاعبنا بصراحه احنا نسبه للدوري العراقي اللي يمر به نسبه للاعداد الموجود في الانديه وايضا في المنتخبات اليوم ظهرنا بهذا المستوى بصراحه يعني كنا قادرين زين احنا زين كابتن هسه وذاك الفريق بصراحه لا لا مو الكبير. قوي مو انا بصراحه يعني اللي شاهدته غير اليوم من يعني المباراه وكوريا الشماليه مو ذاك الفريق اللي عنده امكانيات يقدر يعني إيجاري حتى منتخبنا كإمكانياتنا إحنا أفضل لكن ربما التحفظ الدفاعي اللي أنت قلت عليه اليوم التحفظ الدفاعي نوعا ما للاعبين هو هذا أعطى مساحة أكثر للفريق الكوري
اليوم أنا شاهدت المباراة، يعني حتى كلام سمعته من الكابتن قحطان كثير اللي كان متعصب أيضا وكان يشجع اللاعبين ويحرك اللاعبين بصراحة، ما كان عنده القائد اللي بالملعب اللي يطبق قرارات أو أفكار المدرب. أكو مدرب داخل الساحة مدرب خارج الساحة. يعني اليوم أحمد سيرتين ما ظهر بالمستوى اللي كنت معروف عنه، أحمد لاعب جيد وإلى شيء بصراحة سوف يكون في المنتخبات. إحنا قصنا اليوم قلت لك اليوم شلون أقول لك التساهل، وأقول لك مثل اللي شلون أقول لك يعني إحنا ما احترمنا الفريق المنافس. قلت لك فريق منافس كان اليوم يلعب خطة دفاعية بحتة ويعتمد على الهجمات مرتدة، على عكس فريقنا اللي إحنا مسيطرين وضاغطين في ملعبهم، لكن الاستهزاء بالخصم بالمنافس من قبل التنظيم الدفاعي نقول الخط الدفاعي وأيضا اللاعبين الوسط اللي سمح بعض الهجمات المرتدة بصراحة، ولا ما موجود أي لاعب عندهم يضاهي لاعبنا بصراحة. خلنا نقول باللاعبين وليس بالكادر التدريبي. طيب. ونسبة قلت لك إلى نقول إحنا هم نفسي نعيدها، الإعداد اللي غير كان كافي بصراحة لهيج بطولة. طيب كابتن نبقى معي، خلي أخذ طبعا الزميل الإعلامي زيد السراج المرافق للمنتخب العراقي للشباب. زيد مساء الخير أو صباح الخير عندكم، ما أعرف التوقيت ساعة بيش بندونيسيا، لكن ربما تطلعنا على آخر ما صرح به الكادر التدريبي بعد المباراة. إحنا مشكور وصلتنا بعض اللقاءات وعرضناها في البرنامج، أتمنى أنه تطلعنا على المؤتمر الصحفي. هل حضرت المؤتمر الصحفي وشنو قال كابتن قحطان كثير؟ نعم، جاوز تحية لكم المشاهدين الكرام من خلال برنامجك، وأيضا تحية لضيف الكريم. الساعة الآن هي 11:30 بتوقيت مدينة بوجور الأندلسية ليلا. الفريق العراقي يعني اليوم ما حرص الحظ بتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير مع المنتخب الكوري الشمالي. كنا نمنى النجاح حقيقة كبعثة إعلامية أن يحقق الفريق العراقي نقاط الثلاث، وبالتالي ينعش آمالنا بالتأهل إلى الدور الثاني. أعتقد منذ البداية الكابتن التدريبي كان واضح قبل مباراة تايلاند، أكد إنه هذا الفريق هو توليفة من اللاعبين الذين يعني تم تجميعهم خلال 40 يوم، لاعبين بأعمار حقيقية صحيحة يحتاجون إلى الخبرة وإلى المباريات الودية، والفريق ما لعب إلا بعض المباريات الودية اللي كانت غير كافية. يعني حتى ما شفنا إنه تخلق نوع من الانسجام، هذا مو مبرر أبدا حالة اليوم الخسارة أمام الفريق الكوري الشمالي، لكن بالمقابل اللي يبحث عن أعمار صحيحة يبحث عن فريق خالي من التزوير تماما عليه ان يصبر على النتائج حتى يعني تكون النتائج الايجابيه خلال السنوات القادمه عبر المنتخب الوطني الاول. طيب زيد، حضرت المؤتمر الصحفي بعد المباراه؟ نعم حضرت المؤتمر الصحفي. شو اللي قالك بالتحديد الكابتن قحطان كثير؟ الكابتن قحطان كثير الرجل يعني تحدث بواقعيه جدا، يعني قال انه اللي يبحث عن يعني نتائج مستقبليه عليها يصبر. يكون فريقنا اليوم قدم مباراه جيده، كان استحواذ اكثر من 65% من المنتخب العراقي بالنسبه للمنتخب الكوري الشمالي. طيب اتيحت عده فرص خلال الشوط الاول والثاني، لكن الفريق الكوري سجل من فرصه اتيحت له بدايه الشوط الثاني، ولم يكن سيئين اليوم الفريق العراقي لم يكن سيء، لكن الفريق الكوري استغل هذه الفرصة وسجل. وإحنا من الأول تحدثنا أنه هذه المجموعة هي مجموعة عادية، مجموعة صعبة، والمنافسة على المركز الثاني من أثر ما بين كوريا الشمالية وتايلاند والمنتخب العراقي فرصة يقول لا زالت قائمة للمنتخب بالتأهل شرط الفوز على المنتخب الياباني. لكن أيضا تحدثت حقيقة ليس فقط الكابتن قحطان كثير، حتى رئيس الوفد الأستاذ كريم تحدثوا حتى بقولهم عن الملاعب، أكدوا أنه غياب الملاعب وعملية إيجار الملاعب من قبل وزارة الشباب كلفت يعني الفريق يعني ثمن غالي، وكان يذهب إلى كردستان العراق وكان يذهب إلى الخليج العربي من أجل إجراء مباريات بسبب غلاء إيجار الملاعب من قبل وزارة الشباب والرياضة. هذا سبب عزوا إلى يعني سبب مهم ورئيسي إنه عزوا إلى يعني عدم ظهور الفريق بالصورة الجيدة، واحد من الأسباب المهمة اللي تحدثوا عنها، وبالإضافة إلى قضية إنه يعني حداثة تكوين هذا الفريق من خلال زين. تجمع أيام يعني 40 يوم تجمع الفريق ومخاب إنه مباريات ودية. زين زيد، أنا بسؤال أخير، معنويات اللاعبين هل تأثرت اليوم بالخسارة؟ يعني بعد مباراة تايلاند أنا اللي أشبهها هي بالخسارة، رغم التعادل رغم ما قدموا أداء جدا عالي وحتى مستوى عالي بصراحه احنا تعجبنا، كانه هذا الفريق يلعب منذ سنوات مع بعض على مباراه تايلاند اللي انا جاي احكي لك،
لكن التعادل في الدقائق الأخيرة وأيضا اليوم الخسارة، هل أكو تأثير نوعا ما على اللاعبين؟ والله الحقيقة شفتهم اليوم زعلانين من نفسهم، أنهم ما قدروا يفرطن شعبهم، ما قدروا يحققون الفوز على المنتخب الكوري الشمالي، كانت نفسيتهم تعبانة. حاولنا اليوم بالبعثة الإعلامية مع الزميل عمار طاطا الحديث معاهم أنهم لاعبين شباب أمام مستقبل، الفرصة لا زالت قائمة، لكن نفسيا أكيد اللاعب يتأثر بعد التعادل وبعد الخسارة، أكيد يشوف يمكن الحجرة بعيون الملاك التدريبي وبعيون جميع من ينظر لهذا الفريق، أكيد نفسيا متأثرين يعني بشكل كبير. اليوم حتى على وجبة العشاء شفناهم يعني مو ذاك الحالة النفسية جيدة بسبب التعادل والخسارة وتفاؤل أمل التأهل إلى الدور الثاني. طيب زيد السراج الإعلامي الرياضي، شكرا جزيلا لك لانضمامك معي في برنامج هاتريك، نتمنى إن شاء الله أنه التوفيق لمنتخبنا في مباراة اليابان. أرجع الكابتن حيدر محمود. كابتن بسؤال أخير حتى انتقل إلى موضوع آخر حتى استغل وجودك أيضا معي، توقعاتك لمباراة اليابان يعني كيف راح تكون قراءة الكابتن قحطان شتير والكادر التدريبي لهذه المباراة؟ بصراحة يعني توقعات تحسب إلى الكابتن قحطان شتير، كون كيف يقرا المباراه امام اليابان او كيف يزرع الثقه والروحيه عند لاعبي المنتخب، كون اللاعب المنتخب قلنا احنا اليوم خرجوا بنتيجه غير جيده وغير مطمئنه بصراحه امام منتخب كوريا، لكن احنا نعرف قلت لك عزيمه اللاعب العراقي وغيره اللاعب العراقي قادم على الفوز على اليابان، ليس الفريق الكبير جدا والكرة القدم لا تعرف صغير وكبير، لكن لو توفرت الاراده عند كل لاعب والروحيه نقدر نحقق الفوز. وبصراحه اعتقد وكل ثقه اذا فزنا احنا بصراحه على منتخب اليابان سوف يكون لنا شين في النهائي البطوله بصراحه، ودائما تعودنا احنا في كل الفئات العمريه او المنتخبات الوطنيه دائما احنا نكون في المجموعه التصفيات الاولى نكون مثلا مستوانا غير جيد او نتائج غير جيده، وعندما نصعد الى الدور الثاني او دور 16 يكون لنا شين ونصعد الى النهائي. اعتقد يعني قلت لك لو كان الكابتن قحطان كثير استطاع ان يزرع الثقه والروحيه عند اللاعبين لن يحتاجون الى الكلام من قبل الكادر التدريبي من الاعلام، ايضا الاعلام الان الداخلي في العراق بصراحه لرفع معنويات اللاعبين، قلت لك اكثرهم لاعبين قليل الخبره يحتاجون الى الثقه يحتاجون الى الدعم او التحفيز وقادرين بصراحه على هذا الشيء، ويجب ان يحترمون المنافس عكس اليوم اللي اللاعبين اللي ما احترموا المنافس امامهم وقدروا يسجلون هدف ومرحله يعني خاطئه بصراحه، يستطيعون ان شاء الله قلت لك الروحيه والمعنويه والاراده ويحترمون من المنافس نقدر نفوز ونتاهل ان شاء الله الى الدور الاخر. طيب كابتن ننتقل الى محور اخر هو المحور المنتخب الوطني والمرحله المقبله للمنتخب الوطني، كلاعب دولي سابق وقائد المنتخب العراقي لاكثر من سنوات لاكثر من 5-6 سنوات، كيف تشاهد اليوم مشوار المنتخب الوطني خلال او الفتره قبل امم اسيا؟ 3 مباريات أو 4 مباريات ودية هل هي كافيه لاعداد المنتخب والدخول الى منافسات كاس امم اسيا؟ استاذ داود بصراحه المنتخب الوطني حاله المنتخب الشباب من ناحيه الاعداد بصراحه، لكن يختلف كون لاعبين خبره لاعبين سوبر لاعبين محترفين في دول العالم في دول العربيه والاسيويه والاوروبيه ايضا يختلف هذا الشيء بصراحه. ممكن اي مدرب يمتلك شخصيه قويه مدرب ذو فكر عالي يقدر يالف توليفه جيده للمنتخب. صحيح المباريات التجريبيه اللي نخوضها احنا قبل بطوله امم اسيا غير كافيه، لكن نمتلك لاعبين لهم باع طويل في البطولات الاسيويه السابقه وبطولات الخليج وايضا هم محترفين الان في دول في دول اوروبيه واسيويه وعربيه ايضا. المنتخب العراقي في البطوله الرباعيه اللي جرت في السعوديه بصراحه في المباراة الأولى كنا متوقعين يعني أمام منتخب الأرجنتين رغم ليس المنتخب الأرجنتين اللي الزاخر بنجومه غياب أغلب النجوم، لكن ما كنا متوقعين المنتخب العراقي لا طعم لا لون لا رائحة بصراحة، كان ما أعرف ممكن متخوف من مباراة اليابان أو الإعلام اللي راح تلعب أمام فلان وفلان بصراحة، أما على عكس المنتخب السعودي اللي شاهدناه أمام منتخب البرازيل اللي قدم يعني مباراة جيدة وكان الأفضل في كل شيء بصراحة لولا أخطاء بسيطة وهذا ما حصل بوجود النجوم البرازيليين. توقعت وكنت جالس أنا أيضا مع مجموعة من الرياضيين قلت المباراة السعودية سوف يكون شين للاعب العراقي والمنتخب العراقي وراح نكون إحنا الأفضل نفوز بصراحة، وهذا ما حصل لان اعرف ان اللاعب العراقي من تكون عزيمه عنده وعنده اراده ويريد يقدم شيء يحقق هذا الشيء، وهذا ما حصل مع المنتخب السعودي لولا خطا يعني بسيط في الدقائق الاخيره خرجنا متعادلين، لكن احنا نشوف الشوطين ليس الشوط الاول الشوط الثاني فقط لا الشوط الاول والثاني كنا احنا الافضل بصراحه والاخطر،
هاي العزيمه الروحيه عند اللاعب العراقي بصراحه. عموما قلت لك لو توفرت مباريات جيده ومباريات فوق مستوانا على مستوى نقول احنا الاتحاد الاوروبي او نقول على امريكا الجنوبيه على افريقيا، اعتقد هاي المباراه تكون مفيده ان المنتخب قبل البطوله امام اسيا، وليس مستويات من الساحه العربيه او مستوى الساحه الاسيويه قريب على مستوانا، كي نقول حتى نقيس قدرات اللاعبين الموجودين، حتى ايضا الكابتن المدرب الكاتنش يقع على التشكيله طيب. او يقيس او يشوف اللاعبين. طيب كابتن انا بس عذر المقاطعه، عذر المقاطعه، انا اقول لك اليوم يعني البعض يقول لك انه حتى في امم اسيا لازم ما نحاسب المدرب، لان هذه الفتره ايضا مو كافيه اليوم حتى المدرب يقدر يشوف عدد من اللاعبين، ربما حتى يخلق التوليفه والانسجام بين اللاعبين. شنو رايك انت؟ والله المدرب ما يقدر يعني يخرج توليفه اذا ما اقل شيء في الثلاث اربع خمس مباريات بصراحه. صح يقدر يستقطب لاعبين الان جدد او لاعبين موجودين، لكن انت مباريات من خلال مباريات الدوري، لاعب الدوري شكل ولاعب المنتخب يجب يكون هناك اعداد نقول افضل من الاعداد اللي شاهدناه منتخب شباب. كون هاي البطوله امام اسيا احنا ايضا بعيدين عنها، صار احنا كنا ابطالها قبل نسختين، يجب ان تكون هاي النسخه يتواجد فريق العراقي حتى اذا لا سمح الله ما حصلنا المركز الاول او الثاني، نكون ان شين نكون فريق قوي ليس فريق تعبر عليه المنتخبات الاخرى. هاي لا ما تجي الا من لا شيء، يجب توفير كل ما يحتاجه الكادر التدريبي وايضا اللاعب المنتخب، من توفير مباريات تجريبيه، من كل ما يحتاجه ومستلزمات النجاح للكادر التدريبي صراحه. انت قلت عذر المقاطعه، انت قلت نقطه مهمه اليوم خلال حديثي، قلت انه كاتانيتش ربما عنده اسلوب جديد وتكتيك جديد ربما احنا ما لاعبين به خلال المباريات السابقه للمنتخب الوطني، اليوم كاتانيتش استطاع ان يفرض هذا اسلوبه وهذا تكتيكه على اللاعبين. اكيد يعني احنا شاهدناه في المباراتين، يعني احنا كل المنتخبات الان قلنا احنا تلعب نقول الجانب الهجومي يبدا من الدفاع، على عكس منتخبنا ظلينا على الاسلوب احنا الأربعين محدده بالخلف، لكن شاهدنا في المباراتين كاتانيش بين يلعب دائما في الدفاع يكون أربعة الى خمسة، لكن في حاله الهجوم يصير ثلاث مدافعين الى أربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة، وهذا ما تلعبه كل الفرق، يعني طبقوا كل الفرق العالميه والعربيه وحتى في الانديه وفي الدوري، هاي كره القدم الحديثه بمشاركه الاظهره. فأكيد يعني قلت لك يعني اليوم لاحظنا لمسات جيدة عند المدرب في المباراة الثانية، صحيح هي في مباراة ما نقدر نقيس نقول احنا لمسات المدرب، لكن ما شاهدناه بصراحة في 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 الجانب الهجومي امام المنتخب السعودي، خصوص دائما نشوف دائما ثلاث مدافعين أربعة في الوسط وثلاثة في الهجوم، يصير مرات ثلاثة ثلاثة أربعة مشاركة احد الاظهره نكون اربعه في الهجوم. هذا اسلوب جديد، هذا اسلوب جديد كابتن، انا جاي اسالك انت كمدرب كلاعب دولي سابق، اسلوب جديد بصراحه على المنتخب العراقي اللي ينفع معنا هذا الاسلوب جاي من المدرب، طبعا ينفع، والله ينفع لو طبقه بالشكل الصحيح ينفع اكيد يا استاذ داوود، عندنا لاعبين قلت لك لاعبين جيدين لاعبين خبره، لو طبقه بشكل امثل اكيد انت من تهاجم راح يدافعوك، بينما ظلت تدافع اكيد راح يهاجموك، وهذا ما حصل اليوم، احنا شفنا احنا امام منتخب الشباب ومنتخب العراقي احنا ظلوا هم يدافعون ويعتمدون على الهجمات المرتده، احنا ما ظلينا احنا نقول ندافع ولا ظلينا نهاجم، ظلينا نعتمد على الكرات اللي تجينا العشوائيه وقدرنا نسجل الهدف. هذا طبق ايضا على المنتخب الوطني، احنا اذا طبقت بشكل امثل ونهاجم مثل ما اعطى المدرب الاسلوب كمدرب الحديث وطبق بشكل صحيح يكون له شان. طيب انطيني انت كمدرب رايك، انا اريد رايك اليوم، ثلاث مباريات عندنا بوليفيا ربما الصين وأوزباكستان أو فلسطين، يعني أربع مباريات أو ثلاث مباريات عندنا قبل الدخول في أمم آسيا، هاي الثلاث مباريات أو الأربع مباريات إذا صارت الرابعة أمام فلسطين باعتقادك هي كافية أنه حتى اليوم كاتانيتش يعرف حتى أسماء اللاعبين، يعرف مراكزهم، يشخص نقاط القوة والضعف، وين عندنا وين الخلل بالتحديد؟ والله بصراحه استاذ داود ما اعتقد كافي هذه المباراه، ليس فقط كاتانيتش، حتى احنا مدربين هسه محليين ونعرف اللاعب العراقي ونعرفهم واحد واحد، عكس يعني كاتانيتش غير كافيه بصراحه، غير كافيه لمعرفته اللاعب اللي يحتاجه في كل مركز، نقص اللاعب ضعفه قوته، كذلك لزرع الاسلوب الجديد اللي يمتاز به الان كاتانيتش، وقلنا كاس تكلمنا عليه قبل قليل الان انا وياك،
غير كافية بصراحة. متى يعد الفريق، متى يزرع هذا الأسلوب، ومتى يطبقه في المباريات. في المباراة التجريبية أكيد راح بعض اللاعبين ما يظهرون بالصورة الأمثل، لازم يستقبل لاعبين آخرين أو يجدد لاعبين آخرين. هاي صعبة بصراحة في ثلاث مباريات أنا أقول غير كافية. كذلك قلت لك المباريات التجريبية مع فرق نكون لها، قلت لك شين بوليفيا ممكن فريق نستفاد من عندها، لكن المباراتين الآخرين ما أعتقد راح تكون بالمستوى المطلوب. كنت أتمنى ما طول عدد مباريات قليلة تكون مباراة كبيرة جدا، حتى لو خسرنا ثلاثة أهداف أربعة، لكن نطلع بحصيلة جيدة، هي نستفاد من أخطائنا، نشوف إحنا وين وصلنا مستوانا حتى الكاد الكادر. يعني استفادنا حتى من خسارة الأرجنتين، استفادنا من خسارة الأرجنتين 4-0. أكيد استفادنا. لا لو ما استفادنا ما ظهرنا امام المنتخب السعودي، وعذرا يعني لا حد يقلل من المنتخب السعودي. المنتخب السعودي يقول احنا منتخب من الساحه الاسيويه والعالميه، لكن منتخب ظهر بشكل امثل امام البرازيل، يمتلك لاعبين جيدين واحرج البرازيل طوال الشوطين بصراحه. لكن في مباراتنا احنا احرجناهم اكثر من هم احرجونا، فقادرين احنا على تقديم اي شيء. المشكله شيء. المشكله دائما يعني حتى اليوم احنا جمهورنا حتى من يقعد يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحتى اللاعبين المدربين السابقين الصحفيين الاعلاميين يقول لك اكو خلل عندنا مشكله الدفاع، وانت كمدافع وقائد المنتخب العراقي السابق وين تشوف الخلل اليوم عندنا؟ وين تشوف الخلل بمنظومه الدفاع بالتحديد؟ هي بقلبي الدفاع، بجهه اليمين؟ والله جهه اليسار عندنا موجوده وخير من الله، يعني ضرغام راح يرجع من الاصابه، عندنا علي عدنان، عندنا الكثير من اللاعبين اللي حسام كاظم، عندنا الكثير من اللاعبين على جهه اليسار، لكن جهه اليمين دائما ما تعاني، هاي المشكله دائما ما تعاني. وهسه تعليق احد الاخوان يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ذكر كابتن حيدر محمود، قال بعد حيدر محمود ما اجى مدافع يمين. استاذ داود ليس فقط يمين او يسار، احنا في كل جانب يحتاج لنا قائد، في الجانب الدفاعي قائد، وفي الوسط قائد، وفي الهجوم قائد. نفتقد احنا الى لاعب نقول قائد في كل المراكز بصراحة، قائد يقدر يقود المنتخب ويقود اللاعبين، لأن أكو قائد هو المدرب خارج الساحة وأكو داخل الساحة بصراحة. كذلك في الجانب الدفاعي ما عندنا قائد اللي ينظم اللاعبين، اللي يعرف شلون يحد من خطورة اللاعبين الفريق المنافس أو يصحح أخطاء اللاعبين الموجودين معه. نحتاج إلى قائد، ليس في اليمين وليس في اليسار وليس في العمق، عندنا أخطاء في الجانب الدفاعي في كل شيء. التنظيم الدفاعي هاي مسؤولية قائد من الخلف، إذا مو الحارس المرمى كقائد لاعب. احنا ما عندنا لاعب قائد بصراحة سوى أحمد إبراهيم، وبصراحة يفتخر أيضا إلى القيادة جيدة، لاعب له خبرة صح، صار له أكثر من بالدوري. من تشوفه يستحق بالدوري؟ من تشوفه يستحق؟ أنت 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 اليوم كمدرب كلاعب دولي من تشوف اليوم بالدوري يستحق؟ الكثير من الجمهور اليوم يطالب يعني بنظام، خل أكون واقعي وياك أكثر، بضم سامال سعيد، بضم عباس قاسم من الزوراء، بدعوة سعد ناطق مرة أخرى أيضا من القوة الجوية، بضم عدد من المدافعين ربما حتى المغتربين اللي خارج العراق. أنت برأيك من اليوم يستحق حتى يكون قلبي دفاع يعني من الموجودين واللي خارج المنتخب؟ بصراحة اللي يعني أحكي يعني صريح لا أحد يزعل من عندي، اللي خارج المنتخب هم صعب اللي أنا استدعائهم بصراحة، لأن إحنا مع الأسف إحنا ما عندنا هاي الثقافة موجودة. ليش؟ يعني ليش صعب؟ ليش صعب؟ مجرد خبرة، هو احنا نريد لاعب قائد ليدر لورا يعني سلام شكر، انا شفته مع الطلبة ولعب امام الزوراء قمة كان في المستوى وحد من الخطورة وكان هم الاقرب. ايضا سامال سعيد لاعب جيد وله خبرة، وهذول اللاعبين حتى لعبوا وياي واحتكوا وياي. سامال سلام اعتزل دوليا. اي اعرف مش داب اقول لك انا هسه مو داب اقول لك اعتزلوا، قلت اياه اللي مقتنع بيه قلت لك هذول اعتزلوا، لكن الموجودين في الساحه نقول سامان سعيد، سعد ناطق ممكن يقود، لكن سامان سعيد انا اقول يمتلك خبره اكثر وقادر على يقود الفريق. يحتاج واحد قائد قلت لك يوجه اللاعبين مثل ما موجود قلت لك الان في الزوراء، في الطلبه، في الجويه، كل لاعبين الخيف هم يقودون. نحتاج في هذا بالمنتخب في هذا الشيء، يعني ما ينقص المدافع اليمين على مهاوي لاعب جيد، ايضا اليسار جيد، لكن يحتاج الى قياده في الدفاع، شلون انت تقود، شلون ترجع لاعبين الوسط، هذا اللي ينقصنا في المنتخب العراقي. يعني ينقصنا انه اليوم كقائد في خط الدفاع، انت يعني قصدك انا افتهم من كلامك اليوم انه يحتاج لنا لاعب خبره في قلبي الدفاع، يعني كقلب دفاع لازم اكو لاعب خبره يوجه اللاعبين هو يكون ضروري جدا. استاذ داود احنا ما عندنا حتى قائد في المنتخب الوطني، قائد بالمنتخب الوطني بعد غياب يونس وعذرا اللاعبين الموجودين، قائد كيف ينظم كيف يأثر، لان المدرب قلت لك ما له دور بعد بداخل الساحه، القائد هو
كيف ينظم الفريق، كيف ينظم اللاعبين. وراح اخرج شويه عن المنتخب العراقي، نشوف في المنتخبات العالميه او كلاعبين قياديين، لاعبين افضل لاعبين بس مو قياديين، يعني ميسي افضل لاعب العالم لكن مو قيادي، ما يقدر يقود المنتخب مالته، ما ياثر على لاعبينه. نحتاج لاعب ياثر بالساحه، عندنا لاعبين مواهب، عندنا لاعبين جيدين، عندنا اطراف، عندنا دفاع يربطون، لكن يحتاج قائد بداخل الساحه اللي يفرض شخصيته وينظمهم بصراحه، وليس اللعب على مزاجهم صراحه. هذا اللي ينقصنا احنا، قائد في الملعب، اذا مو بالدفاع قائد بالملعب. أنا حسب يعني المعلومات اللي تجيني يقول لك انه كاتانيتش راح يتابع عدد من المدافعين المغتربين، ربما هاوبير مصطفى وربما فرانس بوتروس اللي يلعبون في الدوري الدنماركي والدوري الهولندي على ما اعتقد، يعني ربما يستدعي واحد من عندهم الى جهه اليمين يكون اضافه الى علاء مهاوي. ما اعرف ايضا سر ابعاد وليد سالم، يعني كل عديد من الاسماء كابتن اليوم اذا نتكلم عنها بواقعيه هم يستحقون يعني تمثيل المنتخب. وسامال سعيد كان ضيفي في اتصال هاتفي قبل ثلاث او حلقتين وقت قال انا ما عندي اي مشكله، لا عندي خلاف، لكن انا مو من طبيعتي اتصل واسال انه ليش ما تستدعوني، انا موجود وجاي اقدم واربع خمس سنوات اني اخذ افضل مدافع في الدوري العراقي. أنا تكلمت بها سابقا سامال سعيد من اللاعبين جيدين، قلت لك لاعب لعب في وقتي يعني آخر سنوات، لاعب جيد يمتلك خبرة كافية بصراحة وقادر على يقدم مستوى المنتخب، يعني استغرب عدم استدعائه بصراحة، وجهة نظر المدربين ما أعرفه يعني بصراحة، لكن لاعب يستحق أن يلعب في المنتخب الوطني. نحتاج يعني، أنت حضرتك تقول كاتانيتش راح يستدعي أو يستقطب لاعبين من خارج العراق في الدول الأوروبية من الدوريات الأوروبية، الكافية هي بين هذا اللاعب يقدر يتأقلم مع المنتخب الوطني، هيقدر يقود، يعني لاعب قائد يا أستاذ داود وليس لاعب فقط نقول إحنا لعب في الدوري، عندنا لاعبين موجودين يقدرون يلعبون في الدوريات الأوروبية يا أستاذ داود، لا إحنا صح. لكن غير هاي الظروف اللي الغير جيدة بصراحة أثرت على لاعبين. طيب. يعني مو كل لاعب خارج البلد راح يقدر يقدم مستوى أفضل من لاعبنا المحلي رغم المعاناة اللي يمر بها اللاعب المحلي بصراحة. احتاج لاعب يقدر يتاقلم مع المنتخب، يقدر يقود المنتخب، يعني على مهاوي ما اعتقد هسه افضل من عنده لو، لكن استخدم بشكل افضل على مهاوي واعطاه واجبات يجب ان ينفذها بالشكل الامثل من قبل المدرب وليس على هواه على مهاوي. لاعب جيد ايضا عندنا حسين علي وعندنا لاعبين ايضا جيدين، لكن اللاعبين الان اللي اشوفهم حتى المباراتين السابقه ما يطبق الاسلوب الامثل كله للمدرب، ده يطبق على مراما انا عد الافضل لو لو طيب. لو كل لاعب يطبق ما يريد المدرب صراحه وكان هناك لاعب جماعي اعتقد راح يكون النشين بصراحه، هذا ينقص اللاعب وهي ثقافه بصراحه ما موجوده طيب. عندنا كل الثقافه عند اللاعب العراقي طيب. بصراحه كابتن حيدر محمود قائد المنتخب العراقي السابق واللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا لك لانضمامك معي في برنامج هاتريك لهذا اليوم، وشكرا لكم ايضا مشاهدينا لمتابعتكم هذه الحلقه، التقيكم ان شاء الله بإذن الله غدا، إلى اللقاء.